للحديث حول دور دولة الكويت على المستوى الخليجي ثم العربي. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فواز كاسب العنزي، الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. نرحب بك دكتور فواز عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، وبداية نسألك كيف ترى الدور الكويتي في مجلس التعاون لدول الخليج العربي قديما وأيضا حديثا؟ في البداية تحية طيبة لكم، ويسرني ويسعدني بأن أكون معكم وفي من خلال تلفزيون الكويت الدولة الشقيقة. الحقيقة سؤال عن دور دولة الكويت الشقيقة مع أشقائها دول الخليج في هذه المنظومة. الحقيقة لعبت دولة الكويت دور إيجابي ودور أيضا محوري في عملية التكامل في الجانب السياسي والجانب أيضا الاقتصادي والجانب الاجتماعي. لا شك بأن دولة الكويت هي نعم أسمعك أستاذ فواز. لا شك أن دولة الكويت الحقيقة هي تعتبر واحدة المنظومة الرئيسية في هذا المجلس، والذي من إعلانه من بداية الثورة الإيرانية أبان بداية الثمانينات الميلادية، الحقيقة هي لعبت دور في التعاضد والتلاحم الخليجي أمام أي نوع من التهديد الأمن القومي الخليجي. بدون شك دولة الكويت الشقيقة هي تمتلك من عناصر القوة التي تكاملت بها مع بقية دول الخليج. الحقيقة القوة الاقتصادية وأيضا الخبرة السياسية التي تتمتع بها الأسرة الحاكمة أسرة آل صباح في هذا التواجد في هذه المنظومة الخليجية دفعت بهذا المجلس بأن يكون بعد الله سبحانه وتعالى إحدى عناصر البقاء وإحدى عناصر ولله الحمد المتغيرات التي تتكيف مع الظروف التي مرت بها المنطقة. بالفعل. المتابع لتاريخ المنطقة، منطقة الخليج العربي هي مستهدفة لكثير من البلدان على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي نظرا لما حباها الله سبحانه وتعالى بموارد طبيعية، ويأتي سلعة البترول هي إحدى هذه المقومات التي جعلت من هناك تنافس دولي في التواجد في هذه المنطقة. ولكن والله الملاحظ الآن خلال العقود الماضية وخلال ما نعيش به الآن من رفاهية ومن خلال التنمية المستدامة التي يقودها أيضا مجلس التعاون بالتكيف مع هذه الظروف وهذه المتغيرات، الحقيقة أن المنطقة مرت بظروف صعبة جدا، كان أبرزها حرب الخليج الثانية، الاعتداء العراقي على الكويت، أيضا الثورات العربية التي قامت. ولكن والله الحمد لاحظنا بأن عودة المنظومة وعودة الدول الخليج إلى استقرارها وإلى أمنها وإلى تكاملها، هذا والله الحمد يعكس الحكمة والسياسة التي تتمتع بها مجلس التعاون، ويأتي النظام الكويتي إحدى هذه الأنظمة التي تدعم مجلس التعاون للبقاء وإلى التكيف وإلى مواجهة أي نوع من المتغيرات. بالتأكيد دكتور، يعني هذه المنظومة الخليجية يعني أثبتت نجاحها في كثير من الظروف التي مرت بها وأيضا المتغيرات الإقليمية التي تمر بها المنطقة. الكويت كذلك دكتور فواز يعني حريصة على كل ما من شأنه جمع الشمل واللحمة الخليجية. كيف تقرأ هذا العنوان في ظل هذه المرحلة التي يرسم طريقها حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه بمعية أشقاء بالتأكيد يعني قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله؟ الحقيقة القارئ لتاريخ دولة الكويت الشقيقة، تتميز دولة الكويت الشقيقة بالحكمة والسياسة، لا سيما وأن موقع دولة الكويت الشقيقة موقع سياسي وجغرافي جعل لها من السياسة الحيادية لجميع القضايا في منطقة الشرق الأوسط. وتاريخيا كان للكويت الحقيقة دور كبير جدا
في دعم جميع القضايا القومية العربية، وتأتي القضية الفلسطينية هي أحد هذه القضايا الرئيسية التي دعمتها دولة الكويت الشقيقة وما زالت تدعمها بالجهود الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لتحقيق الحق، وذلك من خلال إنصاف الأخوة والأشقاء في فلسطين من العدو الغاشم الإسرائيلي. وما زلنا نسمع ونرى أيضا هذا الدور الإيجابي التي تقوم به الكويت من خلال الجهود الدبلوماسية ومن خلال أيضا المشاركات الدولية التي تكون الكويت طرفا رئيسيا فيها. تكون القضية الفلسطينية هي أبرز القضايا، إن لم تكن هي القضية الأولى والشاغرة للسياسة الخارجية للكويت. الحقيقة هناك قرارات قامت بها دولة الكويت الشقيقة من خلال الأهداف السياسية الخارجية لتحقيق العلاقات. الكويت كدولة متميزة على المستوى السياسي والإقليمي، لها من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أيضا الجانب الشرقي الروسي والصيني، وأيضا لها علاقات على المستوى الإقليمي، مما جعل لها تلك المكانة التي تتميز بها من خلال هذه العلاقات، سواء كانت علاقات اقتصادية، تبادل اقتصادي، تجاري، اجتماعي، ثقافي. أيضا دولة الكويت هي الحقيقة تاريخيا تميزت بدعمها للجهود الإنسانية لجميع الكوارث التي تحدث في العالم، الدعم اللامحدود من هذه الدولة الشقيقة. بالتأكيد، يعني دكتور فواز تحدثت عن علاقة دولة الكويت بكثير من الدول، ولكن بالتأكيد العلاقات الكويتية السعودية لها خصوصية، والمملكة في قلب كل كويتي كما هي الكويت في قلوب السعوديين. حدثنا عن هذه العلاقة الأخوية الفريدة. الحقيقة بأن العلاقة السعودية الكويتية هي علاقة قديمة منذ التاريخ القديم، ويربطها الجانب الاجتماعي والثقافي، وهو بدون شك هناك والله الحمد كثيرا من المواقف التي أثبتت قوة هذه العلاقة ومتانتها، وأيضا عدم انكسارها مهما كانت الظروف. المنطقة مرت بظروف صعبة جدا أثبت، وهي كانت محك حقيقي لوجود مثل هذه العلاقات الأخوية والمتبادلة تاريخيا وأيضا حاضرا وأيضا في المستقبل. الحقيقة عندما نذكر مثل هذه العلاقات نحن نتذكر كلمة المغفور له الملك فهد خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، عندما وبان العدوان أو الغزو الغاشم على دولة الكويت الشقيقة، عندما قال كلمته المشهورة: الكويتي سعودي والسعودي كويتي، ذهبت الكويت تذهب السعودية. هذه الكلمات التي عبر بها روح القيادة الملك فهد يرحمه الله يثبت تلك المكانة التي موجودة في قلب القيادة في المملكة العربية السعودية، وكما ذكرت في قلوب الشعب السعودي الذين يكلون كل الاحترام والمحبة والتقدير والاعتزاز أيضا بهذه الدولة الشقيقة التي تتميز والله الحمد بعلاقتها المستدامة لجميع دول مجلس التعاون وفي مقدمتهم شقيقتهم الكبرى المملكة العربية السعودية. طبعا يربط المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة كما ذكرنا هناك علاقة اجتماعية عميقة جدا، جعلت من هذه العلاقة أن تبقى مهما كانت الظروف ومهما كانت المتغيرات. نعم، نسأل الله أن يديم هذه العلاقات الجميلة والمميزة، وأن تكون يعني علاقات بالفعل مستمرة دائما مع شقيقتنا المملكة العربية السعودية ومع الدول كافة. دكتور فواز كاسب العنزي الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية في المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا.